أهلا بكم. لينا الجربوني عميدة الأسيرات الفلسطينيات استعادت حريتها بعد 15 عاما قضتها في غياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي. سنوات طويلة من العزلة عن العالم الخارجي لم تكسر لينا لحظة، بل إنها كرستها للنضال، فكانت سندا دافئا ومدرسة منيرة للأسيرات، وأصبحت رمزا للحرية. نتشرف بوجودنا معك الأسيرة المحررة لينا الجربوني، ونبارك لك أيضا استعادتك لهذه الحرية المسلوبة. عندما تحررت قبل أيام من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان هناك استقبال حار دافئ مليء بالعواطف، بالزغاريد، بالدموع هنا في بلدتك في الجليل. كيف يعني، أولا هل توقعت مثل هذا الاستقبال الشعبي والالتفاف الشعبي، وماذا عنا لك؟ كيف شعرت في تلك اللحظات؟ أول شيء كان الاستقبال كما ذكرت دافئ، وتوقعت مثل هذا الاستقبال، عشان هيك كنت متفقة مع أخوي أنه يحاول قدر الإمكان أنه ما يكون استقبال بهذا الضخم وهذا الزخم، لأنه إحنا دائما فرحتنا بتضلها ناقصة كون أنه بقي عدد كبير من الأسرى والأسيرات خلف السجون. يعني عندما التقيت لأول مرة بأفراد أسرتك اللي بعضهم يمكن لم تريهم منذ سنوات طويلة، منذ يوم جيل كامل. نعم. جيل كامل، كيف كان هذا اللقاء؟ في اللي هن أو أولاد إخوتي، أولاد خواتي اللي أنا معرفتهمش، يعني اللي ولدوا أنا في السجن، اللي كان ممنوع أصلاً هن يزوروني داخل السجن. فكان في البداية يعني حتى إذا كان واحد يغيب عني دقيقتين يرجع يعود يعرف عن نفسه، ما كنتش أعرفه. واحتضانك لوالدتك كان من أكثر اللحظات سعادة في حياتي، وخاصة أني أنا تقريبا يعني طوال 15 سنة اللي احتضنت فيهن والدتي مرات معدودة، يعني ثلاث مرات أو أربع مرات فقط. هي الحاجة رسمية، والدتك كانت أخبرتنا يعني يوم تحريرك، يوم إطلاق سراحك، بأنه هي لم تحتضنك طوال 10 سنوات، وهذه مدة يعني مجنونة بالنسبة للعلاقة بين والدة، بين أم وبين ابنتها. وأنت أيضا لينا كنت أخبرتني بأنه يعني فرحتك كبيرة لأنه أخيرا ترين السماء من دون شبك. هذه أيضا مسألة يعني لا يفهمها من هم يعني لم يعيشوا هذه التجربة القاسية من الأسر، من السجن. كيف تنظرين إلى رحلتك في داخل الأسر الإسرائيلي 15 عاما؟ كيف مضت؟ كيف كانت التحديات، الصعاب فيها؟ أبرز المحطات التي مرت بها لينا الجربوني. طوال 15 عام اللي قضيت في السجن يعني كان فيها لحظات صعبة وكان فيها لحظات هينة، بس من أصعب اللحظات اللي أنا عشتها ومرت علي داخل المعتقل اللي هي كانت السنوات الأولى. يعني أول سنتين من الاعتقال كانوا من أشد السنوات صعوبة. أول شيء ما كناش لسه يعني ماخذين على الوضع ولا متأقلمين على الواقع اللي إحنا، يعني فجأة أنت كنت برا تروحي وتيجي لك الحرية، يعني ما وبلحظة واحدة صرت مقيدة، يعني صرت تقومي بوقت محدد، تنامي بوقت محدد، بطلت يعني تمتلك الحرية أصلا تطلع من الباب الغرفة اللي أنت موجودة فيها. يعني مش وقت ما بدك تطلع من الغرفة مسموح لك تطلع من الغرفة. وأثناء وجودنا في سجن الرملة تعرضنا لكثير من التضييقات في السنوات الثلاث ربما الأولى من سجنك. نعم، أول 3 سنوات يعني لدرجة أنه إحنا في الأخير بطلنا نقدر نتحمل الوضع اللي موجود في سجن الرملة. بدأنا أعلننا الإضراب عن الطعام، لحتى وكان مطلبنا الوحيد أنه إحنا يتم نقلنا لسجن آخر. مما عانيتن في سجن الرملة؟ شو كان؟ كنا إحنا موجودات مع قسم الجنائيات بنفس القسم. يعني غرفنا إحنا هي غرف منفصلة ولكنها بنفس القسم مع السجنات الجنائيات. والسجنات الجنائيات يعني كل ما بدنا نطلع من الغرف نطلع على الساحة مثلا، اللي هي كان مسمح لنا يوم يعني ساعة واحدة تقريبا في اليوم نطلعها على الساحة، كنا نتعرض للمسبات وللشتم. وكل ما ندخل برضو نرجع من الساحة بطريقة عودتنا للغرف نفس الموضوع، عدا عن الصراخ كل الوقت. يعني انه كان في جنائيات اللي كانوا بيتعاطوا المخدرات اللي كانوا دائما بصراخ بشكل دائم. يعني
وفترة التحقيق هي ربما الأصعب التي تمر بها الأسيرات والأسرى الفلسطينيين. أنت كذلك يعني مررت بفترة تحقيق صعبة للغاية، عشت في الزنازين التي يعني ربما مساحتها لا تتعدى متر على متر أو ربما أكثر بقليل. كيف كانت هذه الأيام؟ أيام كانت صعبة جدا. يعني بذكر الزنزانة اللي كنا فيها، يعني حتى إذا بتطلع على الحيطان بتحس إنها يعني معمولة بطريقة خاصة جدا، اللي هي تكون من أحد الوسائل للتعذيب للمعتقل. لقهر المعتقل نعم، والأسير. كتعذيب جسدي لم أمر، يعني ما حدش اعتدى علي في الضرب ولا في أي شيء، ولكن هناك دائما بنلاحظ انه اسرائيل متجدده في اختراعاتها لانواع التعذيب. دوله الاحتلال في تجدد دائم، يعني في التعذيب النفسي اللي انا حسب رايي اللي هو اشد من التعذيب، يعني لما يترك المعتقل داخل الزنزانه لايام طويله بدون ما ينسال اي سؤال او يتحقق معه، فانت بتصيري بين يعني بتصير تجيكي افكار مختلفه، يعني وانت بدي حقيقه معي، وانت تسالوني، وانت تستجوبيني، وانت كذا، وانت لساتك قاعده في مكاني. كل ما تسمع حركه برا الوقت يمر ثقيل جدا نعم ومرهب، صحيح؟ نعم أي همسة، أي حركة، اي حركه بتسمعيها برا بتفز، يعني بتنقذي، بتقومي انه هاي اجوا بدهم ياخذوني، بدهم يسالوني، بدهم يسالوني. يعني تقريبا يوم كامل قعدت في الزنزانه وانا بعرفش ليش موجوده، يعني ما حدش سالني. إيه كمان الليل والنهار بمر وانت مش عارفة انه وقت ليل وقت نهار. أحضروا كمان أشقائك للضغط في عليك. البداية كان معي أخوي سعيد، إيه طبعا أنا ما تحملتش يعني لما شفته، وكان هو أحد وسائل الضغط علي لحتى أني أعترف بالتهم الموجهة إلي. لينا، يعني أنتن أيضا تتعرضن كأسيرات فلسطينيات إلى التفتيش العاري، ربما خلال نقلك لجلسات المحكمة أو ما شابه، أو يعني من سجن إلى من سجن سجن إلى ربما. سجن. كيف يتم هذا التفتيش؟ التفتيش العاري بيتم أثناء خروجها من السجن إذا كان منقول إلى سجن، وأثناء لدخولها لسجن ثاني. وتفتيش العاري كمان من لحظة خروجها من السجن للمحكمة، وأثناء وصولها للزنازين الانتظار في المحكمة، وقت خروجها من زنازين الانتظار في المحكمة للقاعات المحكمة كمان بتم تفتيشها تفتيش عاري. كيف يتم هذا التفتيش؟ التفتيش العاري بتم بطريقة مذلة ومهينة، يعني اللي هي المقصود فيها مش هو التفتيش بذاته، يعني انه انا بدي اعمل لك تفتيش عشان انا بدي اشوف اذا انت معك شيء ممنوع او بدك تمرقي شيء ممنوع، هو اكثر انه لاذلال الاسيره. يعني بتكون موجوده معها سجنتين ثنتين وبتم تفتيشها بشكل تام، يعني بدون ما بقى عليها اي شيء من ملابسها. كم مره تعرضت لمثل هذا التفتيش؟ مرات كثيره، بعد يعني أنا في تقريبا أول 3 سنوات لحد ما أنا انحكمت. يعني في أحيانا كثير من البنات بتصير إنه بتطلب من المحامي يجيب لها أي حكم، مش مشكلة، يعني ممكن أحيانا الملف بيستدعيش إنها تكون أشهر في المحكمة، بس بتطلب إنه خلص يعني نسكر المحامي عشان ما أنزلش على المحكمة عشان ما تعرضش للتفتيش، وبكون الحكم عالي وجائر بس إنه هم ترتاح من نزلة المحكمة. يعني هذه تجربة أكيد مرة، مسألة التفتيش العاري يعني أنا بصراحة صعب جدا أن أتخيل هذا المشهد كيف يتم، يعني وكيف تمرين يعني بمثل هذه التجارب بهذه الكثافة يعني. ولكن مع ذلك أنتن تصمدن، هناك قوة كامنة في كل واحدة من الأسيرات الفلسطينيات وطبعا كافة الأسرى الفلسطينيين، وأنت كنت عميدة الأسيرات الفلسطينيات، هذه مسؤولية كبيرة طبعا بدون شك، وهذا يعني ربما ما دفعك إلى تحويل السجن إلى مدرسة. كيف كان ذلك؟ كيف كانت هذه المهمة بالنسبة إليك؟ وكيف قمت بتحويل الزنازين إلى صفوف مدرسية وغرف مدرسية؟ إحنا المتعارف عليه في السجون انه السجن هو مش نهايه رحله المناضل او انه هون بدها تنتهي حياته او بده ينتهي عطائه، بالعكس من هون ممكن يبدا عطاء اخر مختلف من نوع اخر. فاحنا لحتى ما يكسرنا الوقت او يكسرنا السجان بنقوم في تنظيم وقتنا
وترتيب وقتنا وترتيب برنامجنا بشكل يومي، اللي هي بضم تعليم تثقيفي. في عنا بنات بدرسوا ثانوية عامة، بكملوا ثانوية عامة، وفي بنات بدرسوا، وفي بنات أحيانا بدخلوا ما بيعرفوش القراءة والكتابة، بتعلموا في السجن القراءة والكتابة. بنات فلسطين الزهرات كما تسميه، زهرات، زهرات فلسطين، هن الأسيرات القاصرات، الأسيرات تحت سن 18 سنة، تحت سن 18 سنة، وكان هناك أسيرات ربما 12 عام دخلنا إلى السجون، لا سيما في السنتين الأخيرتين بعد يعني الهبة الأخيرة والانتفاضة، انطلاقت الانتفاضة الثالثة كما نسميها. ينادينك هؤلاء الأسيرات خالته لينا، ماما لينا، حتى انه بعض العائلات يعني عائلات الاسيرات الفلسطينيات اخبرونا بانه يعني نحن قلقون على بناتنا بعد تحرر لينا، فرحون لينا بالتاكيد، ولكن هناك قلق وهناك تخوف من كيف ستكون حالتها الاسيرات بناتنا من بعد لينا. ما هذه العلاقه؟ ما سر هذه العلاقه؟ وهل كان صعب الفراق، فراق الاسيرات؟ فراق الأسيرات كان صعب جدا. يعني أنا كنت بتهيأ للموضوع الإفراج من شهر، لدرجة أن أنا كنت يعني مبلغة الأسيرات أن أنا رح أروح ب17 شهر لحتى أطلع من القسم بدون ما أشوف البنات، لأن بعرف قديش اللحظات رح تكون صعبة علي وعليهن، يعني ممكن أنه ما نتحمل الوضع. بس اجت الضابطة واخبرت ان انا مروحة بكرة، وكان المشهد كثير 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 مؤلم، يعني صعب جدا. انه البنات مبسوطات انه عشان بدك تروحي، بس بنفس الوقت انه احنا رح نفتقدك. هناك علاقة يعني وثيقة جدا جدا، احنا يعني مع بعض تقريبا، يعني بتشوفين اكثر ما بتشوفي الاهل. يعني انا عشت بالسجن 15 سنة، اللي أنا عايشت البنات لحظة في لحظة ودقيقة في دقيقة. يعني حتى لما أنت تكوني موجودة مع أهلك في البيت، ما بتعيشي مع أهلك 24 ساعة ب24 ساعة، بتخرجي للعمل، بتروحي، بتخرجي من البيت، يعني ما بتكوني معهن من لازمتين 24 ساعة ب24 ساعة. كنا إحنا في السجن 24 ساعة ب24 ساعة مع بعض. لينا اسمحي لنا بالخروج إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع. تفضلوا بالبقاء معنا لو سمحتم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. لينا، كنت تتحدثين قبل الفاصل عن علاقتك بالأسيرات، خصوصا الأسيرات الزهرات. هل أخذت تذكار ما من هذه الأسيرات من السجن من سنين عمرك الخمستاش؟ شو جبت معك؟ جبت معي قصص الأطفال. إحنا قبل يعني قبل يوم من الإفراج، كان هناك في عاملات البنات يوم رسم تعبير عندهم، كان في حصة وكرسوا هذا الحصة للتعبير عن فرحهم بالإفراج عني. اللي رسائل أحضرت رسائل معينة منهم ربما للعائلة، لعائلاتهم، للشعب الفلسطيني بشكل عام. الأسيرات دائما يعني هي رسالة تقريبا، يعني حتى أنا لما كنت بالسجن كنا نطلعها دائما مع أي أسيرة محررة، إنه إحنا الشعب الفلسطيني تعب من الانقسام، تعب من الظروف المحيطة فينا، تعب من وجود الاحتلال، تعب من كل هذه الحياة اللي احنا عايشينها. فدائما رسالة الأسيرات اللي بتكون انه مطالبة القيادة الفلسطينية بإنهاء الانقسام بشكل فوري، ولأنه الانقسام أتعب الشعب الفلسطيني كله، مش بس يعني ما كانت النتائج على الفصائل الفلسطينية على الشعب الفلسطيني، وانعكست داخل السجن أيضا. يعني وإحنا الأكبر دليل اللي بنشوفه اليوم إنه يعني إحنا عدد الأسرى تقريبا ما يقارب 6000 أسير وأكثر شوي، 6500 اللي بدأوا في الإضراب. سنتحدث عن الإضراب المفتوح، الجماعي المفتوح بعد قليل. على كل حال دعيني قبل ذلك لينا أسأل عن نشأتك. يعني أنت نشأتي في بيت وطني، والدك أيضا كان أسير لعدة سنوات ربما في سنوات السبعين، وأيضا أنت من بلدة عرابة البطوف، وهي بلدة معروفة في الجليل، قدمت الشهداء في يوم الأرض وأيضا في هبة القدس
الأقصى، أكتوبر 2000 عشية انطلاقة الانتفاضة الثانية. يعني أنت نشأت في بيئة ربما مهيئة لمثل هذه الشخصية، شخصية المناضلة الفلسطينية. هل تأثرت كثيرا من هذا الجو العام؟ وأيضا تحملين اسم لينا، الشهيدة لينا النابلسي كذلك، هل تأثرت؟ ويعني هل توقعت يوما أن تكوني أسيرة فلسطينية لاتهامك بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومساعدة، يعني مساعدة على تنفيذ عمليات فدائية في الداخل في الأراضي المحتلة عام 48؟ حتى اعتقالي أنا ما كانش مفاجئ، يعني ما حدش تفاجأ في اعتقالي، كان متوقع. كان حتى في إنه إحنا لما النشاطات في المدرسة أو خروج لمظاهرات أو مسيرات، في عقب كل المجزرة كان عندنا الطلاب في المدرسة يخرجوا لمسيرات تنديدا في هذه المجازر، كنا دائما احنا من اول المشاركين. كمان في اعتقد في كان في اللي خالص اسير برضه كان قضى 14 سنه في السجن، فكانت امي دائما تحكي لي حتى من انا عمري 13 سنه 14 سنه كان دائما تحكي لي تقول لي انا اخوي لففني وراس جنت اسرائيل باول عمري، يعني كنت صبيه وكنت ازوره من سجن لسجن، وانت راح تلففيني وراك السجون بعد ما اكبر، يعني انه راح انت كمان تدخلي السجن في يوم من الايام. فكان ما كان مفاجئ انه الاعتقال لإلي. لكنك خرجتي من السجون الإسرائيلية، سجون الاحتلال، بالتأكيد أكثر صلابة وقوة ومع تجربة عريضة في النضال الفلسطيني. لينا، يعني هل الأسرى الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية لديهم خصوصية معينة؟ نعرف أنك كنت يفترض كان أن يتم تحريرك ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011 أو ما يعرف بصفقة شاليط، وفي اللحظة الأخيرة يعني هذا الأمر ألغي. هل هذا كان بسبب أنك تحملين الجنسية الإسرائيلية، فلسطينية تحملين الجنسية الإسرائيلية؟ طبعا ممكن هو أحد الأسباب، يعني إن هو لما تم الإعلان عن الصفقة تم الإعلان عن الإفراج وتبييض السجون من الأسيرات الفلسطينيات، فهذه هي كانت هي الفاصل، يعني كلمة فلسطينيات. فإحنا إنه إحنا كحملة جنسية إسرائيلية لا نحسب كفلسطينيات للأسف الشديد، يعني بالرغم من أنكم البقية الباقية في الأرض الفلسطينية، يعني وحفظتم على الهوية وعلى البقاء وعلى الصمود بعد 48، يعني ما بس هي هذا التعبير اللي كان هو الفاصل إنه الأسيرات الفلسطينيات. نعم. وتم الإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات اللي بقينا إحنا ثلاث أسيرات اللي نحمل الجنسية الإسرائيلية. على كل حال نحن يعني على ثقة تامة بأن كل أسير وكل أسيرة فلسطينية سيرون شمس الحرية في يوم ما مهما طال الوقت في داخل سجون الاحتلال. يتزامن تحريرك الأسيرة المحررة لينا الجربوني مع انطلاق الإضراب المفتوح عن الطعام العام الجماعي، وهو يعني أول إضراب من 5 سنوات إذا لم أخطئ يخوضه آلاف الأسرى الفلسطينيين. ما هي أهمية الإضرابات الجماعية، و يعني كيف تهيئ السجون لمثل هذه الإضرابات، ومقارنة مع الإضرابات الفردية ما رأيك فيها؟ بصراحة هو الإضرابات الفردية كان لها تأثير سلبي إلى حد ما على موضوع الإضراب، يعني وكأنه الإضراب الأسير بشكل فردي رفع من سقف الإضراب. يعني إحنا كنا في السابق أذكر في السنوات الأولى، يعني كان لنا أول إضراب إحنا خضناه في 2003، في 2003 اللي هو كان تحت المطلبنا أنه يتم نقلنا لسجن آخر. بمجرد ما أبلغنا الإدارة في نيتنا للإضراب كانت هناك استجابة، مفاوضات بشكل دائم، يعني كل يوم كان يجي عندنا مدير مختلف من مسؤول منطقة. طب ما الذي يدفع الأسرى إلى الإضرابات الفردية؟ يعني لابد بأنه هناك شعور بأنه يعني نحن كأسرى في نفق مظلم حتى نتوجه إلى مثل هذا السلاح الفردي. وأيضا أريد أن أسأل في نفس السياق، إلى أي مدى المساندة الشعبية مهمة وتصلكم أصداء الشارع في داخل السجون؟ الأسير بيروح للإضراب لما بيستنفذ كافة الوسائل، يعني لما بيكون في جلسات مفاوضات مع إدارة مصلحة السجون لأكثر من مرة، وعرض المطالب أكثر من مرة، وشرح المطالب واحتياجات الأسرى بشكل دائم بشكل دوري.
لما بيصل الأسير لمرحلة إنه وكأنه إدارة مصلحة السجون دايرة ظهره، فهو دايرة ظاهرها لإله يعني، فهو بيضطر إنه يعلن الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام أمر مش سهل، يعني ما تتخيلش قديش هو صعب. يعني الأسرى اليوم يطالبون بأمور بديهية وحتى يعني حقوق، يعني هي مكتسبات وإنجازات لإضرابات جماعية في السابق، مثل تم سحبها بعد صفقة، بعد أسر جندي شليت، جلعاد شليت، مثل إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إغلاق مستشفى سجن الرملة بين مزدوجين نقول مستشفى، وأيضا إدخال صحف كتب، إنهاء الاعتقال الإداري، سياسة العزل وزيادة الزيارات. إلى أي مدى هذه الأمور هي فعلا حارقة وتمس حياة الأسير في داخل السجون، الحياة اليومية له، وما هو ما هي الضمانة لنجاح مثل هذه المطالب؟ آخر إضراب جماعي كان للأسرى هو في سنة 2012، في برضو في يوم الأسير في شهر 4، ولأنه كان إضراب جماعي استطاعوا الأسرى أنهم يحققوا إنجاز كبير، اللي هو من أهمه إخراج كافة الأسرى اللي كانوا في العزل. والإضراب السنة هذه لا يقل أهمية، يعني المطالب مهمة جدا للأسرى. يعني إحنا مثلا صحف عربية ما بتدخل لنا، يعني في السجن عندنا إحنا ما عندنا صحف عربية. الكتب أنا لازم أدخل كل شهر كتاب واحد، وبالمقابل أطلع بداله كتاب، وبتكون يعني محدودة المواضيع، مواضيع محدودة. يعني في كتب اللي هي بتتحدث في السياسة بشكل عميق وموضح وبارز ما بتم إدخالها. لنا إلى أي درجة يعني هناك تشعرين بحقد أو ربما بغضب شخصي على الاحتلال الإسرائيلي، وإلى أي مدى أنت مؤمنة كلينا الجربوني، هذه المناضلة الفلسطينية، بأن حرية الشعب الفلسطيني آتية حتما؟ حرية الشعب الفلسطيني آتية حتما من معتقدات دينية بحتة، ولكن هي أكثر اللحظات اللي أنا بحسها، مش إنه بمعنى الحقد. أنا في إلي أخت توفت وأنا في السجن، وأختي كانت قريبة جدا لإلي، يعني هي تقريبا مرضت فترة معينة، ما كان طلبت أكثر من مرة إن أنا أطلع مثلا أزورها أشوفها، ما سمح لي. طابت ذكرها على كل حال، يعني الله يرحمها. سؤال أخير وسريعا أريد منك جواب لينا، يعني ما هي مخططاتك وإلى أين تريدين أن تذهبي بعد انتهاء هذه الفترة، يعني من الزيارات والاحتفاء فيك؟ أهم شيء إن شاء الله ناوي أكمل دراستي، وكمان متابعة أمور الأسيرات والعمل على توصيل رسائلهن ومتابعة قضاياهن إن شاء الله. كل الشكر والتقدير والمحبة لك الأسيرة المحررة لينا الجربوني، تشرفنا كثيرا في الحقيقة بهذا الحوار، بهذا اللقاء معك، وأيضا نتمنى الحرية لكافة الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، وشكر بطبيعة الحال موصول لكم أيضا مشاهدينا الأعزاء. إلى اللقاء.